عسلامة ومرحبا بكم جولة جديدة وفيديو جديد. اليوم اخترت اني نصور لكم كارفور بستي سنتر الشارقة. ياخذوا فكرة على الاسعار والعروض. ما تنساوش اللايك والشير، ولو انت اول مرة تتابعني اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. شوفوا لهنا يا جماعة، في كارفور لهنا القهاوي تلقاوهم معناتها أكثر من نوع. القهوة العربية مثلا، شوفوا هذه العربية، هذا البن البرازيلي، وهذه العربية نوع آخر أما غامقة الخلطة الإماراتية. حصير القهوة العربية فما برشا أنواع وأكثر من نوع. أنا بالنسبة لي عندي القهوة هذية نحبها برشا وبنينة وطعمها يهبل، بتبيع الإكسبريسو اللي هي هذية إيطاليان أو إيطاليانو، ما نبدل هي الجملة، بنينة 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 وتهبل، ديما نشري منها. للناس اللي مثلا ممكن ما يعرفوش أو يسألوا على القهوة، الإكسبريسو البنينة أحسن حاجة هذي، أنا جربت برشا. وسي ما عادش نجرب بعد القهوة هذية الخلطة الإيطالية، إيطالية معناتها نتاع إيطاليا. انتو شوفوا الركن هذايا عاملينه للقهوة، حتى الديكور شوفوا محلاه، الديكور حلو برشا ويشرح ويشهي. لهنا حاطين شوفوا الشاي هذايا، شاي اسود بعشرة درهم 75 فلس، سعره هكا، هذا سعره 10 درهم و75 فلس. العلبة فيها 400 جرام. ثم هذي القهوة، القهوة العربية فيها ثلاثة معناتها أكياس كما قاعدين تشوفوا، ثلاثة هاوكا ب 25 درهم و20 فلس. لهنا عاملين على شو اسمه هدايا الفانتا هدايا ب 15 درهم ال 8، والسبرايت كما قاعدين نشوفوا، فما الفانتا والسبرايت وفما الكوكا كولا. لهنا هذوما شوفوا، هذه العلبة فيها 6 دبابز 14 درهم و25 فلس. فما الكوكا كولا هذية وفما السبرايت، شوفوا الستة مع بعضهم سبرايت وفما الفانتا. بتبيع ب 14 درهم و25 فلس. هذايا ماء، شوفوا ماء الصغير هذايا فيها 12 الوحدة معناتها 12 حبة صغيرة. شوفوا سعرهم قديش، سعرها 8 درهم و95 فلس. حسيوا عامل عروض مش نورمال، وعلى برشا حاجات عامل عروض. شوفوا لهنا السكر، هذايا السكر الكيس فيه 5 كيلو الكيس فيه، السعر 18 درهم و50 فلس. ولهنا الأكياس هذوما، هذوما زوز هكا مع بعضهم 22 درهم و60 فلس.
باهي هذا يا كوتكس فوات ماكسي باهي. هذوما فوات كبيرة بالأجنحة، ثم 50 قطعة على ما أعتقد. باهي السعر مش باين، ولكن السعر 28 درهم. 28 درهم السعر. أوكي شوفوا هذايا، هذايا أولويز 48 قطعة، السعر 19 درهم على ما أعتقد. باهي باهي لهنايا حاطين هذايا التنظيف الوجه، هذايا جونسون تنظيف الوجه بماء الورد، ومعاه هذايا اللانجيت الزوز مع بعضهم ب 31 درهم و 50 فلس. لهنا حاطين جونسون هذايا سائل الغسيل، سوري سائل تنظيف اليدين، وحاطين سائل تنظيف الاثنين نفس الحكاية معناتها. باهي السعر ب 21 درهم و 25 فلس. باهي لهنا هذايا جونسون ثلاثة مع بعضهم كما قاعدين تشوفوا، ثلاثة ب 19 درهم و 75 فلس. باهي البطاطا لهنا عاملين السعر متاعها الكيلو بدرهمين و 50 فلس. هنا الجزر هذايا بأربعة درهم وخمسين فلس. شوفوا لهنايا حاطين التفاح وال الغلول والخضار، ومعناتها كل ما هو خضره وغله حاطينها لهنا. شوفوا التفاح ما شاء الله، شوفوا انواع واشكال، شوفوا تبارك الله. شوفوا بالطبيعه اسعار معناتها مختلفه، كما هذايا مثلا شوفوا اللي قدامنا هذا 5 درهم و95 فلس. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، هذايا التفاح نتاع فرنسا من فرنسا. شوفوا سعره الكيلو 5 درهم و95 فلس. شوفوا وفما هذايا اللي هو وسط سعره 5 درهم الكيلو و 55 فلس. شوفوا حصيلو ما شاء الله، هذايا تفاح أحمر من إيران كما قاعدين نشوفوا الكيلو 3 درهم و95 فلس. يعتبر هذا أرخص حاجة معناتها، هذا نتاع إيران أرخص حاجة. أما أنا كي نشري دايما نشري نتاع مصر بصراحة، أو نتاع فرنسا بنين برشا وطعمه يهبل. هذا التفاح الأخضر 11 درهم الكيلو و95 فلس. اسعار السمك لهنايا كما قاعدين نشوفوا، هذايا اسمه سيبريم، هذايا تشوفوا فيه الكيلو 29 درهم و95 فلس. هذايا تشوفوا فيه هذا
اسمه سبرين، 29 درهم و95 فلس. فما هذاك سمك الانكليس، اسمه الانكليس، الكيلو غالي انا حسيته، 59 درهم و95 فلس. باه دردومان، هذا دردومان اسمه، باه باه ب6 درهم الكيلو و95 فلس. باهي نشوفوا هذايا اللي بجنبه قديش، هذايا وهذا قديش، هذايا ب39 درهم و95 فلس. السلمون وهذايا السلطان ابراهيم الاحمر، هذايا اسمه السلطان ابراهيم، هذايا ب10 درهم الكيلو و95 فلس. حسيلو اسعار مختلفه كما قاعدين نشوفوا، اللي غادي هذوكم بعاد عليا فما نجمش نوصل لهم، عاملين عروض مثلا، فما اللي عاملين ب10 الكيلو كما قاعدين نشوفوا قدامكم، وفما هذايا قدامكم معكم. نشوفوا اسعار الكروفيت قديش، او الجمبري الكيلو الصغير هذايا، شوفوا 25 درهم و95 فلس، محسوب 26 درهم. هذايا المحار، هذايا ده 9 درهم و95 فلس. ثم الاخطبوط، الاخطبوط هذاك بعيد شويه، هو سعره ب32 درهم و95 فلس.